تعاني من مرض السكري أو تعرف حد يعاني من هذا المرض؟ تابعنا في حلقة اليوم بتعرف التفاصيل. الحياة تتسارع والعمر يمضي معها، ويوم بعد يوم ندخل على حياتنا أمور تجعلها مع تقدم الزمن مضرة ومؤذية على صحتنا، تغذيتنا، وحتى أنفسنا. روتين ممل، قلة حركة، ضغوط العمل والأسرة والمسؤوليات، كل هذه الأمور تحولنا لأشخاص عرضة للإصابة بأمراض كثيرة تسمى بأمراض العصر. ولأنك أولوية، صحتك تهمنا. يرتفع عدد المصابين بمرض السكري في العالم بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، ومن الممكن أن يزداد عددهم بعد انتهاء وباء فيروس كورونا بنسبة 20%، لأن الكثير من الناس والأسباب مثل التغييرات اللي دخلت على نمط حياة البشر اللي وجدوا أنفسهم يتحركون بشكل أقل ويتناولون الطعام بشكل أكثر، وهذه العادة تزايدت بصورة خاصة في فترة وباء فيروس كورونا، لأن كثير من العاملين والموظفين اضطروا أن يعملون من البيت أو من المنزل، وتغير روتينهم 180 درجة بعيداً عن المكاتب ومقار العمل. ومع ضيق الوقت بين المسؤوليات اللي في البيت وضغوطات العمل، اتجهوا أكثر لطلب الوجبات وطعامهم عن طريق تطبيقات التوصيل. في صحة وحياة لليوم نتناول موضوع النمط الصحي لمرضى السكري. أهلا بكم. عودناكم في بداية حلقتنا من صحة وحياة، تجولنا وحبينا ناخذ آراء الناس في سؤالنا لليوم: شو الأسباب اللي تؤدي للإصابة بالسكري؟ الرياضة، اللي ما يلتزم بالرياضة يصاب بالسكري، والسكر بشكل عام يعني أنا أبتعد منه، وأتمنى الناس بعد تبتعد منه. أسباب بتأدي طبعاً الإفراط في أكل، خلنا نقول الكربوهيدرات بشكل عام، السكريات والكربوهيدرات الإفراط في الأكل فيهم مو بزين، وبعد دائماً الواحد لازم يكون عنده نظام غذائي متوازن، هذا أهم شيء. حلويات والسكريات. إحنا من عائلة يمكن موجود هذا المرض بالوراثة، العادات الصحية السيئة، الأكل اللي مش صحي بزيادة، الضغوطات النفسية وعدم الحركة، هذا عندي أنا كعائلة. لمرض السكر أعتقد أنه هو ليه سبب رئيسي، طبعاً السكريات زي ما قلنا دي رقم واحد، عادات صحية غلط بنعملها كل يوم، وعدم النوم، الانتظام برضو في نوم، الحاجات اللي هي الصحية الروتين اليومي هو برضو بيكون سبب من أسباب، غير الوراثة طبعاً، في أسباب وراثية. فكرة أنه بصير عندنا خلل في البنكرياس، بطل يفرز أنسولين، الأنسولين ببطل كافي لا يحرق السكر اللي موجود. السترس والوراثة. السكري هو أحد أكثر الأمراض اللي تصيب الكثير من الناس، لكن حتى بعد الإصابة ما يدرك العديد منهم العوامل اللي تصاحب المرض. ومثل ما نعرف أن جميع أنواع مرض السكري تتطلب إلى المراقبة
والعناية الشديدة، إلا أن هناك بعض الحقائق الطبية اللي يجب مراعاتها. فإذا كنت تعرف شخص يعاني من هذه المشكلة أو شخص يحتاج إلى علاج وتابعت حلقتنا لليوم، يمكن تكون سبب في حمايته بمعلومة تفيده وتفيد صحته. نبتدي بسؤالنا الأول والمهم، شو أنواع الأطعمة اللي لازم يتجنبها مريض السكري؟ المصابين بمرض السكري يعتقدون أنهم يحرمون من العديد من الأصناف الغذائية اللي كانوا يفضلونها قبل اكتشافهم للإصابة، لكن الواقع يقول أن مريض السكري قادر على ممارسة حياته مثل أي شخص غير مصاب بالسكري، لكن يحتاج أنه يكون حذر في اختيار الأصناف الغذائية وكذلك في الكميات اللي يتناولها. فمن الأغذية اللي نحن ننصح بتجنبها أثناء الإصابة أو خلال اكتشافك للإصابة بمرض السكري، السكريات المحلاة أو الصناعية. الأطعمة اللي يتم إضافة السكريات لها هذه تعتبر أطعمة غير صحية وغير مناسبة لمرضى السكري. دائما ما نسمع أن يقولون لمريض السكري أنت يجب أنك أنت تمتنع عن تناول العديد من الأطعمة خوفا من مضاعفات المرض، لكن المبشر بالأمر أن مريض السكري قادر على تناول جميع الأصناف الغذائية اللي يتناولها الشخص غير المصاب بالسكري، لكن يتوجب عليه الانتباه للكميات اللي يتناولها والأصناف الغذائية ومراعاة الجرعات الدوائية اللي يجب أخذها. من الأطعمة اللي ننصح مرضى السكري بالابتعاد عنها الكربوهيدرات البسيطة. شو يعني كربوهيدرات بسيطة؟ اللي هي الكربوهيدرات اللي قادرة على رفع مستويات السكر في الجسم بشكل سريع، مثل الطحين الأبيض، الخبز الأبيض، المخبوزات المصنوعة بحبوب القمح البيضاء أو المقشورة خلنا نقول. فهني نحن نقول لهم اتحذروا في تناول هذه الكميات من المأكولات اللي مصنوعة بالطحين الأبيض. وأيضا إضافة السكريات المحليات الصناعية على الطعام تعتبر من الأمور اللي يجب الابتعاد عنها لدى مرضى السكري، لأنها تساعد في رفع مستويات السكر بنسبة عالية وبشكل سريع. من الأصناف الغذائية اللي تحتوي على السكر البسيط أو السكر المحلى اللي هي مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية، الحلويات المحضرة بغير طرق صحية، وكذلك يتم إضافة السكر على بعض الوجبات. فهني نحن نقول لمريض السكر انتبه لها، وأيضا يراعي طريقة الطهي. فكل ما كانت طريقة الطهي صحية، مثلا المقلاة الهوائية أو الشوي أو طرق الأطعمة المسلوقة، أيضا تعتبر أفضل لمرضى السكري. نكمل في معرفة النمط الصحي لمرضى السكري، يهمنا نعرف شو المؤشرات اللي ممكن تخبرنا إصابتنا بمرض السكري من النوع الثاني، خصوصا عفانا وعفاكم الله من هذا المرض، لأن هذا النوع بالذات يعاني الكثير منا دون ما ندرك أو حتى نعرف. ورغم ذلك فإن هناك أعراض شائعة لمرض السكري، واللي هي التبول أكثر من المعتاد وانتم بكرامة، والشعور بالعطش طوال الوقت، وعدم وضوح الرؤية. لكن اللي ما نعرفه أن ممكن مرض السكري يأثر أيضا على مظهر الجلد. كيف؟ مؤشرات بشرة مرض السكري تشبه الشيخوخة المبكرة، لأنها تفقد المرونة وتكون جافة، وأيضا تنخفض الدورة الدموية الدقيقة وتميل البشرة للون الأصفر. وفي علامات معينة أيضا إذا ظهرت يجب الانتباه لها وزيارة الطبيب بسرعة عشان نطمن على صحتنا. مثل شو هذه العلامات؟ مثل بقع أو نتوءات صفراء أو بنية اللون على الجلد، منطقة داكنة من الجلد ذات ملمس مخملي خاصة حول منطقة الرقبة والأبط، بقع سميكة من الجلد خاصة على أصابع اليدين والقدمين، الظهور المفاجئ للبثور أو مجموعات البثور، يقع الجلد أو
بقع في الجلد أو انخفاضات صغيرة وبالكاد تكون ملحوظة على الجلد، بقع جلدية شديدة الجفاف ومسببة للحكة خاصة على الذراعين. لا تهملون أي إشارة من الإشارات اللي ذكرناها، وكل ما كان التشخيص بوقت مبكر كان العلاج أفضل وبالتالي صحة أفضل لك. طيب، بعد ما عرفنا الأطعمة الممنوعة والمؤشرات اللي ممكن تدل على مرض السكري، شو نمط الحياة الصحي اللي ممكن يتبعه مريض السكري؟ كون مرض السكري يعتبر مرض مزمن ويعيش معاه الإنسان ما تبقى من عمره، فيجب أنه يعيد تنظيم جدوله الغذائي وكذلك جدوله الحياتي وأسلوب حياته، لأن هذا أيضاً راح يأثر في نجاح شفاءه أو خلنا نقول تعايشه مع مرض السكري بشكل أفضل. بعد اكتشافك لمرض السكري يجب أنك أنت تأخذ موعد مع أخصائي التغذية، لأن أخصائي التغذية راح يعلمك على بعض التعليمات الهامة بخصوص حساب السعرات الحرارية وخاصة نسب الكربوهيدرات، لأن الكربوهيدرات لما نتناولها تتحول إلى سكريات في الجسم. فلذلك مريض السكري يحتاج أنه يكون حريص في تناوله على للمصادر الكربوهيدراتية في نظامه الغذائي. ومن الأمور اللي أيضاً تعتبر مهمة لمريض السكر هو ممارسة النشاط البدني. ليش؟ لأن ممارستك للنشاط البدني أنت تساعد على تنظيم مستويات السكر في الجسم، وكذلك تساعد جسمك في الوقاية من الإصابة بزيادة الوزن. نحن كلنا نعرف أن زيادة الوزن من آثارها أيضاً أنها تأثر على مرض السكري، أو أنها ممكن تعرضك للإصابة بمرض السكري. ومن النصائح الغذائية اللي أحب أعطيها لأي مريض سكري أنك أنت دائماً تلجأ للمصادر اللي تعتبر عالية في محتواها من الألياف، لأن الألياف تعتبر من المواد الغذائية اللي تعطي الجسم طاقة على فترة زمنية طويلة، وأيضاً تساعدك على الشعور بالشبع، وبالتالي بتقلل من كميات الطعام اللي تتناولها خلال اليوم وتنظم مستويات السكر مع مراعاة أخذ الأدوية والجرعات المناسبة وفقاً لتوصيات الطبيب. يحتاج مريض السكري إلى نظام غذائي صحي يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم وتجنب ارتفاعه أو انخفاضه بشكل مفاجئ، كما يحتاج أيضاً إلى وجبات خفيفة بين الوجبات. لذلك بعطيكم بعض الوصفات البسيطة اللي ممكن تكون وجبة خفيفة وبنفس الوقت تعطيكم القيمة الغذائية اللي يحتاجها جسمكم. أول شيء البيض المسلوق. يعتبر البيض المسلوق وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري، لأن بيضة واحدة كبيرة مسلوقة توفر 6 جرامات من البروتين، وهو مفيد لمرضى السكري لأنه يحافظ على ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام. ومن المعروف أن البيض يعزز الشبع، وهو جانب مهم أيضاً في التحكم في مرض السكري من النوع الثاني. ثاني شيء اللوز. يوفر 28 جرام من اللوز أكثر من 15 نوع من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك 32% من المدخول اليومي الموصى به من المنجنيز و19% للمغنيسيوم وغيره أيضاً. وفي أبحاث أظهرت أن اللوز قد يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري بسبب احتوائه على الألياف والبروتين والدهون الصحية كذلك. وغير هذا، اللوز يعزز صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وأيضاً التحكم في وزن الشخص. ثالث نوع هو الأفوكادو. تناول وجبة خفيفة من الأفوكادو بيساعد في إدارة مستويات السكر في الدم لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ما يساهم في تجنب ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام. وقد يساعد تناول وجبات خفيفة من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية أمور بسيطة لو اتبعناها في حياتنا ممكن تعمل فرق كبير وعلى المدى البعيد، مو بس لمرضى السكري بل حتى للأشخاص الأصحاء. كونوا بخير ودمتم سالمين.
شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.